اهلا وسهلا بكم متابعين مطبخ لايف على قناة النايل لايف. النهاردة يومنا مميز ويوم جميل ويوم سعيد علينا كلنا ان شاء الله. النهاردة مطبخنا سهل وبسيط ومفيش حاجة صعبة فيه خالص. اكلنا النهاردة اورينتال، اكل شرقي من الدرجة الاولى، طاجن سمك بصوص الصيادية ورز ابيض معاه، والسلطة عندنا روكا سلطة اللي هي سلطة الجرجير. والنهاردة اليوم مكوناته سهلة وبسيطة قوي بمناسبة السمك في الشتاء والناس اللي بتحب أكل السمك في الشتاء. فاحنا النهاردة قلنا ننوع شوية في السمك ونحاول نوري الناس ازاي يعملوا طاجن رز أبيض وطاجن سمك الصيادية معاه. تمام، هنبدأ دلوقتي نحط الحاجة اللي هنشتغل فيها ونقول المكونات واحنا شغالين. مكونات السمك عندنا النهاردة، السمك حسب النوع اللي انت حبه او اللي انت حابب او تعرف تطبخه وتطلعه كويس. احنا النهاردة حبينا ننوع ونبعد شوية عن الماكريل او طاجن السمك المشكل او هو السي فود، فحبينا نعمل السمك البلطي لانه هو السمك اللي محب لقلوب الناس كلها، بتحب تاكله بانواعه اذا كان مقلي او اذا كان طاجن او اذا كان مشوي، فبيكون السمك رقم واحد الناس بتهتم باكله. فالنهارده هنعمله طاجن صوص الصياديه السبايسي اللي هو حراق. احنا بنهتم شويه في الشتاء ان احنا نعمل الاكل يكون حراق ويكون فيه طعم السبايسي، حاجه كده تدفي الجسم والناس تهتم باكله. طاجن السمك النهارده مكوناته سمك بلطي عندنا، وعندنا البصل، وعندنا الفلفل الالوان مع قرن فلفل حامي، وعندنا الثوم، وعندنا الطماطم هنقطعها برضو، وعندنا صلصه الطماطم والكمون والكزبره والملح والفلفل الاسود والدقيق اللي هنقلي بيه والزيت. دي مكونات السمك عندنا. وهنبدا نجهز دلوقتي صوص الصياديه اللي هو عباره عن البصل زي ما اتفقنا والثوم والفلفل والطماطم، وبنتبله تتبيله عاديه. وعندنا كمان السمك البلطي مغسوله كويس ومتنظفه، وهنبدا نتبلها بالكمون والثوم والملح ونقليها نص قليه بحيث نضمن ان هي بتخش الفرن ما تتهريش، وكمان القلي شويه بيقلل من الزفاره في السمك. يعني انا مش من محبي الاكل السمك ني في ني، احب ان انا اقلي السمك او اضمن ان هو يفضل بحالته كويسه ما يكونش متبهدل من تسويه الفرن. حطينا الطاسه اهي تسخن زي ما انتم شايفين، وهنحط الماده الدهنيه بتاعتنا الزيت. نجيب حاجة صغيرة نحط بيها الزيت اهو. تمام كده، حاول نقلل من الزيت في الأكل والكوليسترول لزيادة الوزن، وكمان عشان السمك أما بنقليه أو بندخله الفرن بيكون فيه الزيت وبيعمل زيت. خلاص حطينا الطاسة تسخن، وهنحاول ننزل البصل اهو بالشكل الجميل. ما نسويش البصل قوي، ده صوص الصيادية اللي احنا بنسويه، مش هندوس عليه في التسوية لانه لسه هيدخل الفرن. وادي الفلفل الجميل بتاعنا الالوان مع الفلفل السبايس. تمام، ده صوص الصيادية بتاعنا وهيكون فيه السبايسي بتاعنا، وادي التوم شوية توم اهو. طبعا معروف طالما بنعمل سمك لازم هنقول توم وكمون والكزبرة، كزبرة خضراء وناشفة والشبت. ده بالنسبة للسمك.
اهو الصوص الصيادية بتاعنا الجميل بالشكل الجميل ده. نركن المية دي غليت عشان نعمل منها الرز الابيض ويطلع اكلنا كله في معد واحد. هنركن دي على نار هادية، احنا مش محتاجين صوص الصيادية غير لما نقلي السمك. اهو نرفع طاسة نضيفة ونحط فيها الزيت بتاعنا. مش هنقلي السمكة قليان كامل، احنا بس زي تشويحة كده بحيث تبقى محتفظة بقوامها في الفرن. وناخد الطماطماية برضو نفس تقطيعة الفلفل والبصل اللي هو الجوليان اهو الشكل الجميل ده. تمام كده، انا عايز بس ان انا ادبل الخضار ما سويهوش التسويه الكامله لانه لسه هيدخل الفرن ويبقى فيه صوص الصياديه المميز. وزي ما في كل حلقة بنتكلم على الغسيل ونظافة الخضار واهتمامنا بنظافة الأكل عشان صحتنا وصحة أولادنا. تمام كده، مش محتاجين طماطم تاني نحطها. ناخد بس تتبيلة بسيطة كده الخضار يتبل براحته ونبدأ نحط البهارات بتاعتنا. ادي عندنا الكزبرة الناشفة اساسي اهوت، وعندنا الفلفل الاسود بالشكل الجميل ده، وعندنا الملح. طبعا مش هينفع نعمل سمك ونقول نحط مرق الدجاج، وادي الكمون. مرقة الدجاج ممكن نستعملها في فراخ او لحوم، نستبعدها شوية في السمك. اللي حابب يحط شوية زعتر او شوية كركم، ما دي اضافات، لكن احنا بنعمل صوص الصيادية على اساسه ما يكونش ناقصه. تمام كده، ناخد شوية ماء سخنين تمام كده اهوت علشان نربط صوص الصيادية بتاعنا. تمام، وهنسيبه شوية مع الخضار الجميل اهو. ده قوام صوص الصيادية. طب احنا حطينا مية، فبالتالي هنربط بمعلقة طماطم، صلصة طماطم اللي هي الطماطم البيست اهي. خلاص صوص الصيادية عندنا جاهز وريحته جميلة جدا. ممكن ناخد عودين كزبرة خضرة مع عودين بقدونس ونفرمهم ننعمهم وننزل بيهم على صوص الصيادية. اهو هناخدهم بالشكل ده اهوت على صوص الصيادية بتاعنا عشان يبقى صوص الصيادية عندنا كامل وواخد كل حاجة. تمام، يبقى خلصنا من صوص الصيادية وهنبدأ نقلي السمكة ونشتغل في الرز
وفي سلطة الجرجير. سلطة الجرجير سلطة مهمة ومميزة، والسمك بالذات لما يكون طاجن أو مشوي بيحب الجرجير في السلطة. تمام، الزيت سخن، هنحط السمكة تتقلي. كده كده عندنا كل شيء متبل واخد التوم بتاعه واخد كل حاجة. احنا هنقل السمكة بس اللي هي تشميعة، ناخدها هناك قريبة من الزيت كده اهو، شوية دقيق، رش الدقيق على السمكة بالشكل ده. تمام، ومغسولة ومتنضفة اهوت. احنا كده كده بنعملها صيادية، والحشو اللي احنا عملناه هيكون جواها وهي في الفرن اهو. شوية دقيق برضو كده عليها. اللي حب يعملها ني في ني من غير ما يقلي بيدخلها مع صوص الصيادية اللي عملناه. تمام كده، وهنقل السمكة ويكون الصوص الصيادية بتاعنا جاهز. وتمام، سلطة الجرجير نتكلم على المكونات بتاعتها واحنا شغالين. سلطة الجرجير، جرجير مغسول كويس، بناخد الورق بتاعه وبنقطع طماطم صغيرة معاه تقطيعة صغيرة، اللي قادر أو عنده طماطم شيري متوفرة ممكن يجيب طماطم شيري ويقطع الطماطمية على أربعة بطريقة كويسة ويحطها على الجرجير مع ورق البقدونس. ناخد ورق البقدونس كده بعد ما نقطع الجرجير، هنعملها مع بعض دلوقتي، وبينزل بيها في سلطة الجرجير. في ناس تقول لك طب يا شيف النهاردة انت عامل لنا سمك بس ما عملتش معاه رز صيادية. اقول له ما عملتش رز صياديه لان احنا عندنا صوص صياديه، فمش هينفع نعمل كمان الرز صياديه طالما في صلصه وفي طماطم وفي فلفل والخلطه الصياديه الجميله. تمام، نروح فاصل ونرجع تاني، ما تروحوش بعيد عن مطبخ لايف. ورجعنا لكم تاني في مطبخ لايف عشان نكمل طبختنا وأكلتنا السهلة البسيطة، ونقول برضو مكوناتها واحنا شغالين اهو. السمكة اتقلت واخدت اللون اللي احنا عايزينه عشان ننزل بيها في صوص الصيادية. وادي صوص الصيادية عندنا جاهز وجميل. هناخد كده اهوت في أرضية الصينية. اللي حابب يزود الصوص لان ده مع السمك بيكون طعمه خرافة اهو. نخلي بس شوية ان احنا نضيفهم على السمكة من فوق. تمام كده، وادي السمكة خلاص اتقلت وخلصت عندنا. هناخدها بالماسك كده برضو، هي ما شالتش الزيت اللي ممكن يكون كتير اهو بالشكل المميز الجميل ده. ادي السمكة بتاعتنا في الطاجن بتاعنا، خلاص مش محتاجين الزيت نركنه. ما خدتش وقت في الزيت، اعتقد بالظبط ما كملتش 5 دقايق او 7 دقايق اهو. وناخد شوية الصلصة الجمال دول كده عليها اهوت. وبكده طاجن السمك بتاعنا جاهز، نحطه في الفرن. نركن الحلة ديت اللي هنعمل فيها الرز بتاعنا النهاردة، الرز أبيض، رز مصري عادي، ونحط السمكة بتاعتنا في الفرن تكمل التسبيكة والسوا بتاعها عشان تطلع بالوش
أو بالشكل اللي احنا حابينه، ونحط الرز على النار يستوي، تكون السمكة أخدت الوش بتاعها، ونبدأ نشتغل في السلطة بتاعتنا. الرز الأبيض مغسول كويس ونضيف ومتنشف، وعندنا أول مادة الدهنية حطناها كده في الحلة الخاصة اللي هنشتغل فيها. تمام، ونقلب الرز كويس لحد ما يسخن، وادي المية اللي نستعملها للرز. رز مصري عادي أبيض، هنضيف له ورقة لوري كده بالشكل ده، وأدي الملح بتاعنا على الرز، ومكعب الزبدة أو السمن. تمام، ممكن لو الرز هيستعمل لسمك، ممكن نضيف شوية فلفل ألوان للرز، بيديله نكهة فظيعة الشكل. قرن فلفل كده ناخد منه مش كتير، وده قرن فلفل أحمر هيطير منه الريحة بتاعت الرز، لما يكون سادة بالشكل ده. تمام، وناخدهم على الرز بتاعنا، هيديله طعم فظيع. ونضيف مكعب الزبدة بتاعنا اهو، وخلاص المية بتغلي. نحاول ننقل المية هنا كده، ونستخدم النار الهادية عشان ما يشعوضش مننا الرز بتاعنا اهو. الرز مع الفلفل واللوري والزبدة هيسخن مع الفلفل الألوان ده، كمان هيديله طعم جميل قوي. أنا تجنبت البصل، احنا عندنا بصل اوريدي في السمك وفي صوص الصيادية واخد كل حاجة، فمش محتاجين نخلي طعم البصل في كل الأكل، نتجنبه شوية حتى لو كان في الرز عشان نستطعم كل حاجة لوحدها. تمام، أكلنا ووقتنا ماشي مع بعضه، والأكلة سريعة وسهلة. السمكة خلاص اوريدي في الفرن مع صوص الصيادية، شفنا الوقت ما خدتش وقت كتير. قطعنا البصل جوليان والفلفل والطماطم، خدنا البصل زي ما شفتوه، البصل والفلفل والثوم، وبهرنا بكسبرة ناشفة وفلفل اسود وكسبرة خضراء، واللي حابب يحط شبت ده في صوص الصيادية، اللي حابب الجزر في الاكل مع السمك ممكن يبشر جزرة وياخدها مع صوص الصيادية، بتديله طعم جميل وبتديله فليفر حلو قوي، وبيكون طعمه كويس. في حاجات اضافات احنا ممكن نضيفها، لكن مش بيكون اساسي في الاكل. يعني انا بعمل صوص صيادية، اوريدي صوص الصيادية بياخدش جزر، صوص الصيادية بيكون عبارة عن فلفل وطماطم وبصل وتوم، ده الخضار بتاعها فقط لا غير. اللي عملناه في اسكندرية او في اي مكان بنروح وبناكله معروف اساسيات صوص الصيادية. اللي حابب يضيف شوية معلقتين صلصة عشان يبقى الصوص رابط، وطبعا البهارات بتاعت السمك معروفة ما بنخرجش بعيد عنها، اللي هي التوم والكمون والكزبرة الناشفة والفلفل الاسود والملح، وكل ده من البهارات اللي بيحبها السمك تكون متواجدة فيه. في ناس بتضيف مستردة، في ناس بتضيف خل، دي كلها اسمها اضافات. يعني انا من الناس مثلا احب اكل جمبري، ما بحبش اضيف له التوم بصراحة عشان ما يضيعش مني فليفر وطعم الجمبري.
الجمبري في ناس بترش له بس رشه ليمون، شويه فلفل ابيض كمان مش اسود، في ناس ما بتحطش الكمون اصلا للجمبري، عصره ليمون وشويه مستردة خفاف قوي بيكون فيها كل البهارات وبيكون طعمها حلو. وانا احب اكل الجمبري يبقى طعمه جمبري بنفس الشكل. لو باكل سمك او نوع سمك معين فانا بحب اهتم بالبهارات بتاعته، خضار كامل اللي هو الثوم والفلفل والكزبرة الناشفة والكزبرة الخضراء والشبت، ويبقى اليوم سمك وجميل. على الرز بتاعنا ما يسخن ممكن نبدأ نشتغل في السلطة بتاعتنا، الرك سلط ومكوناتها زي ما اتكلمنا وقلنا، اللي هي ورق الجرجير مغسول كويس ونضيف، وطماطم شيري، اللي حابب يحط طماطم شيري يحط، واللي حابب يحط طماطم عادية يحط، وورق بقدونس أو بقدونس مفروم مفيش مشكلة. أهو هناخد الجرجير بالشكل الجميل ده أهوت مغسول ومتنشف وجميل أهو، ادي الجرجير بتاعنا، وهنقطع عليه الطماطم تقطيعة صغيرة. نحاول دايما لو جنبينا حاجة محطوطة على النار، رز أو أي شيء، ما نسهش عنه عشان برضو ما يروحش منه. خلاص هو الرز سخن مش محتاج غير المية بتاعته، وبكده يبقى عملنا الرز أهو. هذا الرز بتاعنا، طالما الرز بيعمل كده الصوت ده اعرف ان الرز سخن وتمام وزي الفل، وتكون المية بتغلي عشان تبقى الصدمة كلها سخنة ببعضها ويستوي الرز ما ياخدش وقت. ادي الغطا بتاعنا والمعلقة اهيت، تقليبة بسيطة كده، ونسيب الرز يتشرب ميته. ما خدش معانا الرز وقت، وشفته طبعا لما ضفنا له المية عشان يطلع معانا بالشكل والطعم اللي احنا حابينه اهو. وادي سلطة الجرجير ويوم سمك متكامل. وزي ما اتفقنا في كل حلقة بنقول أكلة وبنطبقها الحلقة اللي بعدها. النهاردة هنقول لكم تتبيلة الشيش تاوك. طبعا كلنا من محبي الشيش تاوك، وليه طرق كتير وليه تتبيلات كتيرة، فاحنا هنقول تتبيلة من التتبيلات اللي الناس ممكن تستخدمها في البيت وسهلة وبسيطة. الشيش تاوك اللي حابب يعمله من صدور الفراخ بيعمله من صدور الفراخ، واللي حابب يعمله من الوراك يعمله من الوراك مفيش مشكلة، المهم تمام. ونروح فاصل ونرجع لكم تاني، ما تروحوش بعيد. ورجعنا لكم تاني عشان نكمل حلقتنا الجميلة المميزة. وزي ما شفتم مفيش حاجة خدت معانا وقت خالص، والأكل سهل وبسيط في كل حاجة. وعملنا صوص الصيادية وطاجن الصيادية، السمك الصيادية، وادي بنجهز في الرقة سلطة الجرجير، ومعانا الرز الأبيض جاهز. وطبعا اللي حابب يشرب شوربة سيفود مع الأكل ممكن نقول مكوناتها ويعملها عادي مفيش مشاكل. شوربة السيفود كل أنواع السيفود، احنا لازم نقطع الطماطم بالشكل كده صغير للرقة سلطة على قد ما نقدر، يعني في ناس بتنعمها قوي زي بتاعة التبولة بس بتبقاش باينة في الرقة كده. ناخد بالشكل ده بس، مش شرط حد يقطع زينا عشان ما يتعورش اهو، كله يقطع بالراحة. طبعا تقطيع الشيفات بيختلف شوية عن الناس اللي مش مدربة على التقطيع عشان ما يعورش نفسه اهو. وادي الطماطم بتاعتنا على الرك سلط، وهنعمل التتبيله البسيطه، شويه ملح، سوري،
اهوت. وكمان شوية كمون خفيف كده بالشكل ده، رشة بسيطة، وشوية عصرة ليمون خفيفة برضو، ونلبس كرافز تاني ونقلبها تقليبة كويسة ببعضها، ونجيب ورقتين بقدونس نفرمهم عليها. اهو عندنا البقدونس مش كتير عشان ما يضغوش على الجرجير، برضه هتبقى قطعته كبيرة مش ناعمة قوي عشان احنا بناخد طعم بس البقدونس عشان ما يبقاش جرجير صافي. في ناس بتقرطف في الورقة وبتاخده على طول على الجرجير. اهو ادي الجرجير بتاعنا، سلطة الركة جاهزة. الناس اللي عندها مقدرة تحط جبنة برمزان، تحط جبنة برمزان، واللي حابب يضيف له شوية رمان على الوش، وطبعا دبس رمان في الجرجير كمان، ياخدوا بنفس الشكل. بس احنا النهاردة بنعمل سلطة الجرجير للسمك، طماطم والتتبيلة بتاعتها، لان السمك بيحب يكون معاه الجرجير في الاكل او في السلطة بتاعته. اهو وادي الرز بتاعنا جاهز وتمام. ناخد معلقة جامدة شوية في التقليب، ممكن دي اهو. خلاص الرز بتاعنا جاهز اهوت على الغرف، وجميل وزي الفل، وطالعة ريحة الفلفل فيه وريحة اللوري والحبهان والسمنة وتحميصة الفلفل الجميلة. ادى عندنا الرقة سلط جاهزة، هنحاول نجيب لها طبق شفاف او طبق عادي نغرفها، ممكن نحطها في طبق السلطة ده، شكله حلو وجميل اهو بالشكل الجميل ده. ونشيلها كده وننقلها في الطبق. ادي سلطة الجرجير لذيذة وشكلها يشهي. في ناس بتقول لي هو يا شيف ممكن نحط توم فريش على سلطة الجرجير؟ سلطة الجرجير بالنسبة لو هتتاكل مع السمك اقول له اه، مع الليمون، التوم مع الليمون مع شوية الخل والكمون بيدي طعم فظيع للجرجير مع السمك. اهو ممكن رشة بسيطة بس كده عشان الناس تشوف، اهي بس كده تمام على وش الجرجير كده، وعندنا الجبنة المبشورة عليها، تركة بسيطة كده اهيت. طبق سلطة الجرجير مميز وجميل وزي الفل. وزي ما اتفقنا لازم يكون شكل الطبق مميز وجميل في البيت او في الشغل او حتى بنصوره. زي ما اتفقنا وقلنا ان العين بتاكل قبل البق، لازم كل الاكل عندنا يكون مميز حتى في شكله. تمام ادي عندنا طبق السلطة جاهز وتمام وزي الفل. ممكن نبدل الطبق عشان ما يكونش، ممكن نحط طبق ده على الاصفر عشان يظهر السلطة، ونخلي ده للرز والصيادية. عندنا نبص على طبق على طاجن الصيادية ونشوف الشكل بتاعه. بسم الله ما شاء الله، بص الشكل اهي. لو الكاميرا تقدر تجيب الطاجن واحنا مطلعينه من الفرن، منظره فظيع اهو. بس نحطه يهدى شوية هنا عشان ما يلزقش في البلاستيك ده. اهدى بس شوية الطبق وننقله في مكانه عشان التصوير. لو هناخد حاجة نقرنش بيها ممكن يبقى قرن فلفل كده، وننقل الخضار ورا هنا عشان نعرض أكلنا للكاميرا. خلاص سلطة الجرجير خلصنا.
ده طاجن السمك بالشكل الجميل ده، نحطه دلوقتي في مكانه على اهو. يبقى عندنا السمك جاهز، طاجن السمك. ممكن نفرم له ورقتين خضرة او اي شيء اخضر كده، كزبرة او شبت، ونحطهم على وش الطاجن من فوق بالشكل الجميل ده. ريحته انا مش قادر اقول لكم عامله ازاي، فظيعه. طاجن مش هتاكله غير لما تتابعنا في مطبخ لايف مع الشيف ناجي، تشوف الاكلات الجميله ديت. الاورينت اهو، مش هنعمل حاجه غريبه قوي. ممكن ننقل الطاجن عادي على يبقى في مكان اهو، وناخد جنب منه هنا السلطة. يبقى باقي عندنا طبق الرز، ونكمل طريقة الششتاووك واحنا بنغرف الرز بتاعنا. زي ما قلنا تتبيلة الششتاووك، ايا كان انت بتحب ايه، في الفراخ صدور او وراك، بنقطعها مكعبات، وبناخد كوباية زبادي ومعاها التوم، وبنتبل فلفل اسود وملح، شوية مستردة خفيفة، كزبرة ناشفة، فلفل اسود، شوية مرق الدجاج بودر، شوية زعتر، شوية زيت، وبنضرب كل ده في الخلاط مع بعضه، وبنتبل بيها الششتاووك والبصل محدش ينسى، والثوم الفرش. يبقى قلنا مكونات الششتاووك وتتبيلته. ادي الرز بتاعنا خلص. نقطع الفراخ مكعبات. أدرس ممكن نغرف الرز في طبق اسود عشان يبان اهو، وناخد بولة نغرف بيها الرز. نكبر البولة شوية، مش مشكلة، ناخد دي شوية مضاعف كده عشان ما يلزقش الرز فيها. تمام، ناخد معلقة نغرف بيها الرز، ممكن دي بلاستيك. وزي ما اتفقنا وقلنا، الششتاووك بصل طماطم بصل فلفل حراق اللي حابب يحط معاه، بس بنقول بصل وتوم وزبادي، شوية مستردة، نحاول نشيل ورق اللوري ده عشان ما يزهقش في الأكل اهوت. ده ورق لوري بنشيله عشان ما يجيش في الطبق واحنا بنغرف اهو. ادي الرز طالع ريحته جميلة مع الفلفل، الالوان اللي حطيناه فظيع مع طاجن الرز الجميل بتاعنا ده اهو. ادي بولة الرز، ونيجي رايحين على الطبق بتاعنا في نصه كده. ممكن نعمل الطبق كده اهوت، هتطلع زي ما احنا عايزين. تمام، تركتنا وشغلنا تمام وزي الفل. ناخد كام سلايس فلفل كده، مع كام سلايس فلفل اخضر بالشكل ده، ونحاول نحط له هنا كده جنبهم دول بالشكل الجميل بتاعنا ده اهوت. وناخد دول هنا برضو كده مع دي، وسلايس طماطم، وبكده طبقنا يكون كامل وزي الفل اهو. وادي طبق الرز بتاعنا تمام. طاجن الصيادية جاهز، ومعاها الرز الأبيض وسلطة الرقة سلط. منظر السفرة يجن، أكل أورينتال وطلع بشكل كويس وشكل جميل، مفيهوش أي مشكلة. وزي ما اتفقنا وقلنا في كل حلقة، بنتكلم على
الأكلة اللي هنعملها بعد كده أو اللي هنجهزها، وبنقول مكوناتها. تمام، ونقول مكونات أكلنا النهاردة. طبعا كان طبق عندنا النهاردة، أكلتنا النهاردة سهلة وبسيطة، واتكلمنا عنها، طاجن الصيادية اللي عملناه ومكوناته زي ما اتفقنا، البصل والفلفل الألوان والفلفل الحامي مع التوم والكمون والكزبرة والدقيق اللي هنقلي بيه، والسمك حسب النوع اللي انت حبه تقدر تعمل بيه طاجن الصيادية وبيطلع معانا بالشكل ده، والبهارات الصيادية زي ما اتفقنا، كمون، كزبرة ناشفة أو ناعمة، وفلفل أسود وملح، اللي حابب يديه شوية زعتر خفاف كده. بس أنا طالما بتكلم عن أكل أورينتال بتجنب منه الزعتر منه، أو بالذات الأكل المصري اللي احنا بنسويه، بالذات كمان السمك نحاول نتجنب منه الزعتر شوية. عندنا الرز الأبيض زي ما اتفقنا بنغسله كويس وبننشفه، وشوية زيت مادة دهنية بننزل عليها الرز بعد ما بنشف، بنسخنه كويس، حبتين لوري، ورقتين لوري، حبتين حبهان، معلقة ملح، وبنحطه على النار يسخن مع المية السخنة، أو إذا كان فيه صوص مية سمك لو بنعمل سمك، أو لو هنعمل فراخ تبقى مية عادية أو شوربة عادية. في ناس بتعمل الرز زي ما سخناه كده، ولو هتاكل سمك بتتبل مية السمك بره وتحط فيها السمك، دبرهات السمك، تقطيع السمك، قشر سمك، وبتاخد المية على طول على الرز، بتديله فليفر جامد أوي لو هاكله مع سمك. تمام، وعندنا سلطة الرقة، سلطة الجرجير، ورق جرجير مغسول كويس ونضيف بنقطعه تقطيعة صغيرة، بناخد على البلانشة كده ونقطعه التقطيعة الصغيرة. وعندنا طبعا الطماطم الشريق أساسي فيه، أساسي في الرقة سلطة. احنا النهاردة تجنبنا منه دبس الرمان والرمان، لأن احنا هنعمل سلطة الجرجير خاصة بالسمك، لا مش مع فراخ أو لحمة، عشان أهتم إن أنا أحط معاها دبس الرمان أو الرمان، لأن السمك معروف الأكلة معمولة من أولها أورينتال، أكل شرقي، فبتجنب منه الحاجات اللي ممكن تديله سكريات أو طعم غريب. أما الطماطم الشيري أو شوية بشرة جبنة فوق كده مع تتبيلة الكمون والملح والليمون وشوية فلفل أبيض اللي حابب، وبنتبله سلطة الجرجير زي ما شفنا كده، واللي حابب يشرب معاها عصير ليمون بالنعناع ممكن عشان يهضم السمك كمان، ولو في أي ضرر أو في أي حاجة ممكن نشرب معاه عصير ليمون بالنعناع. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا وقلنا كل مكوناتنا الجميلة، وانتظرونا في حلقات تانية في مطبخ لايف مع الشيف ناجي البنا.